على جانب متصل يقدم رجال الامن من كافه القطاعات الامنيه بالمملكه العربيه السعوديه والعامله في موسم الحج جهودا كبيره لخدمه ضيوف الرحمن من الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام، ويقوم رجال الامن في المسجد الحرام والمشاعر المقدسه بمساع عظيمه للحفاظ على الامن ومساعده المحتاجين وكبار السن فضلا عن ارشادهم وتسهيل حركتهم وتنقلهم، واعدت قوات امن الحج خطه امنيه متكاملة تعتمد علي ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في المحور الأمني والمحور التنظيمي والمحور الإنساني وتلقي هذه الجهود تقديرا من الحجاج علي ما يقدمونه لهم من أعمال أمنية وإنسانية خلال رحلتهم الإيمانية